لدينا جميعاً قريب يقول عند رؤية لوحات فريدا كاهلو: أوه، يا لها من قبيحة، لم تكن تعرف كيف ترسم أو تلون. بالطبع إذا قارناها باللوحات الكلاسيكية أو الأكاديمية، فإن لوحات فريدا كاهلو تبدو كما لو كانت من صنع شخص لا يستطيع الرسم. إذا نظرنا عن كثب إلى بعض لوحاتها، فسنجد بعض الأشياء الواضحة: وجهات نظر ذات نقاط تلاشي عشوائية ونسب غير طبيعية ومساحات مسطحة وما إلى ذلك، السمات التي لا نربطها برسام جيد. هل هذا دليل على نقص المهارة الفنية من جانب فريدا كاهلو؟ دعونا نلقي نظر على الصور الأخرى التي رسمتها. في هذه الأطوار الثابتة لا يظهر الوصف التفصيلي للثمار أي نقص تقني. على العكس من ذلك، فهي دليل على إتقانها في التعامل مع المواد. يمكننا أن نرى ذلك في العديد من حياتها التي لا تزال حية. سيقول البعض: طلاء الثمار سهل، لكن طلاء الوجه مختلف. هذه الصورة التي رسمتها لدييغو ريفيرا واقعية للغاية. مطالبتهم أن ترسمه وسيما يتطلب المستحيل. واحدة أخرى: هذه الصورة الذاتية هي مثال على قدرتها التقنية. التركيب التشريحي والنسب واقعية، وكذلك اللف على القماش والتفاصيل الكبيرة التي عملت بها الزهور. هذه اللوحات هي دليل على أن لديها القدرة على الرسم بشكل واقعي. فلماذا ترسم فريدا هكذا؟ أعجبت فريدا كاهلو بفن الرسامين الشعبيين أو أولئك الذين لم يتلقوا تدريبا أكاديميا، والدليل على ذلك هو المجموعة الكبيرة من اللوحات الشعبية التي جمعتها طوال حياتها. غالبا ما يخطئ الفن الأكاديمي في كونه صارما ورتيبا ومرتبطا بالكثير من القواعد. من الواضح لي أن فريدا كاهلو وجدت شكلا شخصيا وأصليا للتعبير في الفن الشعبي المكسيكي. هذا الفن الذي لا تقيده المعايير الأكاديمية يمكن أن يصبح أكثر إخلاصا وصدقا أو مباشرا. ومن الواضح أن فريدا كاهلو استلهمت من تلك المؤلفات، ليس فقط في الحجم والمواد مثل الفن الشعبي. كانت ترسم على صفائح صغيرة من المعدن أو العناصر الرسمية مثل مناظر ملتوية أو فكرة إضافة نص للصورة، ولكنه يستلهم أيضا من نفس الموضوعات. اللوحات الشعبية المكسيكية هي عروض تقدم لإله لشكر معروف أو معجزة، والعديد منها يمثل موضوعات مشتركة في عمل فريدا كاهلو مثل المرض والمعاناة. بالطبع تقودها أيديولوجية كاهلو السياسية إلى فصل أي مراجع دينية وتحويلها إلى قطع أثرية إلحادية. كان من الشائع في فن أوائل القرن العشرين أن نتخذ كمرجع للفن المسمى خطأ بالبدائي لتحرر المرأة من قيود الأكاديمية. نراه في التعبيريين الألمان ونحت البحارة الجنوبية عن بيكاسو والفن الأفريقي، فيما بعد الانطباعيين والطباعة اليابانية. إنه شيء مألوف لدى طالب الفن الحديث، ولكن حتى اليوم تسمع أصوات لأناس لا يدركون أن فريدا كاهلو كانت فنانة عظيمة ويختزلونها إلى ظاهرة تسويقية. أنا لا أقول أنه يجب على الجميع الإعجاب بلوحة فريدا كاهلو، شخصيا فهي لم تلفت انتباهي أبدا، لكن يمكنني أن أقدر عملها وأدرك أنها كانت فنانة غير عادية. على أي حال، أعتقد أن عملها يمكن أن يمنحني أكثر مما يأخذ مني.